ابو سيف. اهلا استاذ سالم، جيت بوقتك. الشاي سخن وخمير، تفضل اخي. قبل ما اشرب شاي شو صار بالمسجله؟ كل خير اخي، كل خير. يعني تصلحت ولا ما تصلحت؟ شبك طالع خلق علينا؟ لانه مسجله صار عندك اسبوع، يعني بهالاسبوع كانت تصلحت اذاعه بحالها، مو مسجله صغيره مثل هاي. وينها؟ بسيطه بسيطه، تفضل اخي. وهي المسجله، بس انت روح علينا شوي. يعني خلاص مشي حالها، تصلحت تماما؟ شو اللي احنا عم نلعب لك؟ لا طبعا ما عم تلعب. المهم شو كانت علتها؟ غيرت لها المكثف والفحمات ونظفت لها الراس. مو على اساس بس المكثف عاطل؟ مزبوط، هيك بين معي من المعاينه الاولانيه، بس بعد ما فتحنا المسجله بين معي عطال تاني. يعني شغلتنا استاذ مثل الدكتور، ما بيقدر يعاين مزبوط الا اللي يشوف بعينه. شلون يعني؟ يعني الدكاترة بيقولوا للمريض معك زايدة أو بحسب المرارة أو أي شيء من هاد، ولما بيفتحوا بطنه بيلاقوا عطلين ثلاثة غير العطل الأساسي، وهم بيصلحوهم بطريقه. وعنا هيك بنعمل مع الأجهزة الكهربائية، بنفتح المسجل مشان نصلح المكسر، بيطلع معنا بلاوي متلتلة ما كنا حاسبين حسابها. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بنا أبو يوسف، صاير عم تحكي أكثر من هالراديوهات اللي عم تصلحها. يمكن عديت منهم. المهم هلا قديش طلع لك معنا؟ 600 ليرة بس. قديش؟ 600. تشتريها؟ نعم. مو كتير 600 ليرة؟ لكم مو كتير؟ كنت فاصله شوي، لا تعطيه مثل ما بده. ما بقدر فاصله، لأنه أنا ما بفهم بهي الشغلة. بعدين شو عرفني شو حاطط حق مكثف ولا حق فحمات؟ هذا إذا كان حاطط هيك شي من عين أصله. يعني معقول يكون عم يكذب عليك؟ ما بعرف، وما بقدر حطه بزمتي. بعدين المسجلة جديدة، معقولة يتعطل فيها ثلاث شغلات دفعة واحدة؟ والمشكلة انه اغلب المصلحين بيستغلوا جهلنا بالامور الفنية وبيقطشوا وبيلحشوا على كيفهم. مثلا بيجيك مصلح البرادات شو بيقول لك؟ عبيت لك غاز، صلحت لك الضغط ولفيت المحرك. طيب اوكي، مصلح التليفونات، الذاكرة مضروبة والمكثف اللي رقمه مدري قديش محروق. بيجي مصلح تلفزيونات بيلعي قلبك وبيشرح لك ساعة عن الايسيات وعن ناخب الالوان وما بعرف شو ضرب السخن هذا اللي بسموه، وانت ما بيطلع بايدك شيء ابدا الا تفعيله. بعدين مينو هذا الشاطر اللي بده يقعد يناقش المصلحين بالضواغط والمكثفات والايسيات والفيوزات الطاقمين؟ هلا معقول كل المصلحين هيك؟ انا ما قلت كلهم، اكيد في منهم بيشتغل بضمير وجدان، بس يعني هدول قلال. بتعرفي ندى، انا عم تخطر لي فكره جهنميه. شو هي بقى هالفكرة الجهنمية؟ ليش أنا ما بفتح محل تصليح للأجهزة الكهربائية؟ أنت؟ ليش شو بفهمك أنت بهيك شغلات؟ صحيح أنا ما بفهم فيها، بس يعني بدبر راسي. شلون بتدبر راسك؟ إلك كان أبوك مصلح مسجلات ولا جدك مصلح تلفزيونات؟ بدبر راسي، شو هي كيمياء؟ مرحبا معلم. اهلين اهلين، اهلا وسهلا. مبروك المحل. الله يبارك فيك. اذا بتريد ممكن تشوف فيها الراديو الله يخليك. ايه تكرم عينك. شو بقوم شو بشكي؟ ما بعرف، هيك صوته شوي عم بيوش. بجوز يكون بده عيار الديسبل او تغيير وشيعه، اترك لي اياه شي يومين. طيب قديش بكلف يا ترى؟ ما فيني اقول لك قبل ما صلحه، على كل ما رح نختلف. شو الاسم؟ نادر. اوكي، شي يومين ثلاثة بيكون جاهز. ماشي طيب، شكرا، يعطيك العافية. الله معك، مع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك. في مسجل باسم عصام، يا ترى جاهزة؟ ايه لحظة إذا بتريد. هاي المسجلة جاهزة، رح أجرب لك إياها قدامك. ماشي. فيها شريط نشوفه. شلون هيك صوتها؟ تمام ها؟ تمام مزبوط، يسلموا الايدين. شو كان علتها هي؟ بعد المعاينة الأولى غيرنا لها الآي سي وحطينا لها مدخن صوت. يعني قديش الكلفة؟ 350 ليرة بس. طيب. شرف. أهلا وسهلا. معوضين. يسلموا الإيدين. مرحبا يا أخي. أهلين وسهلين. بتصلح مكاوي حضرتك؟ ايه طبعا احنا بنصلح كل شيء مدام. شوف لي المكواي الله يخليك. اه شو بها، شو قلتها؟ عم بتكهرب. بسيطة مدام بسيطة، خلي لي اياها كام يوم. وان شاء الله ما بتكلف كثير. والله يا اختي ما ببين معي لحتى افحصها واعرف شو قلتها. طيب افحصها هلا وقلي شو بتكلف. لك لا شو هلا مدام؟
مانك شايفة قديش مكوم الشغل فوق طاولتي؟ هلأ ماني فاضي بصراحة. أنا خايفة تكلفني زيادة وما أكون عاملة حسابي لهالشي. ولا يهمك مدام، إن شاء الله ما بتكلف كتير. أنت قديش عاملة حسابك؟ يعني شي 200-250 ليرة. بإذن الله ما بتكلف أكتر من هيك. شو الاسم؟ أم نوري. أهلا وسهلا فيك. هاي أم نوري، إن شاء الله يوم الخميس بتكون جاهزة. يعطيك العافية أخي. أهلين، مع السلامة. وهون السيد نادر. السيد نادر. ألو. نعم. أهلين. شو؟ الغراض؟ طيب بجيبهم بطريقي. لا لا، بجوز أتأخر على الغداء. إيه مشغول. لك بشو يعني؟ عندي تصليح. إيه طيب، الله معك. شلون عم يصلح وهو ما بيعرف يفك برغي؟ وهي مكواية أم نوري كلفت 50 ليرة، غيرنا لها الأشرطة والفيش. أوكي. وهي مسجلت ماهر الضماني. نعم. كلفت 150 ليرة، كان المكثف محروق. وهي خلاط أم سميح بدلت له فيوزين وترانس، كمان كلف 150 ورقة. مزبوط. وهي سشوار بنت أم سميرة، كان موتوره محروق، كمان كلف 200 ليرة. الله يسلم هاليدين يا أبو يوسف. هيك قديش حسابك صار؟ يعني كلهم على بعضهم إذا عنا 550 ورقة. حاجة 500 أبو يوسف، حاجتك يعني ليش كل هالطماع؟ ماشي الحال، مثل ما بدك أخي. تفضل. معوضين إن شاء الله. أبو يوسف، في تلفزيون أسود وأبيض قديم جاييني، بتعرف فيهم هدول؟ بعرف بكل شيء، شو ما إجاك أنا جاهز. ماشي الحال، أصبح بكرة ببعت لك إياه مع الصبي. اقعد اشرب شاي. مستعجل كثير أبو يوسف، ما فيني، عندي شغل كثير بالمحل، بدي أروح صليح. ايه صحيح، لازم تصليح. ايه بدك تعلمني التصليح ابو يوسف؟ لك ايش بدك بوجعة الراس وتتعلم طالما انا موجود؟ قلتك انا ذهني سميك، بحياتي ما راح اتعلم. يعطيك العافية. اهلين ام نوري، الله يعافيكي. شرفي، هاي المكواية جاهزة. الله يسلم الايدين. قديش كلفت؟ 200 ليرة بس. تفضل. يسلموا هاليدين. كتر خيرك. وينك ام نوري؟ اذا رجعت كهربا ترجعي لي اياها فورا. ها ماشي، يعطيك العافيه. مع السلامه، الله معك. يعطيك العافيه. اهلين، الله يعافيك. صلح الراديو؟ انو راديو؟ من يومين جبت لك راديو كان عم بوش، وقلت لي مدري شو بدك تغير فيه. وعادتني بعد يومين. ايوه ايوه ايوه، تذكرت صح. سيد نادر ما هيك؟ ايوه بالضبط. لحظة شوي. وين حطيناها؟ شلون هيك صار؟ معقولة نسيته عند الزلمة؟ اخي نادر معلش، بترجع لعندي بعد يومين؟ لسه بدي انتظر يومين؟ عمي انا ما بدي بقعد بالراديو، بدي اسمع اخبار. اسمع مني، ارتاح لك شي يومين من الاخبار بتدعي لي. طيب ممكن اعرف ليش بده يومين؟ اها، لما فتحت الراديو لقيت الفيوز 3/14 محروق، وهذا الفيوز ما عاد عندي منه هون. بعثت لك على الوكاله بشارع النصر عند سوق الكهرباء، وبكره راح يكون عندي. ماشي الحال، بس دخيل عينك، اعمل جهدك بعد بكره يكون خالص. ما بدي تروح علي حلقة حكم العدالة. ولا يهمك، انت تيسر وتطمن. يعطيك العافية، مع السلامة. الو راديو. راديو باسم نادر، جبت لك اياه من 3 ايام. حاضر، داير ادور لك عليه. دور عليه منيح ابو يوسف. بسيطة بسيطة. شو صار معاه؟ والله يا سيد سالم ما بين معي شيء. شو يعني؟ يعني بجوز انت ما اعطيتني اياه. لا لا لا، انا متاكد اني شفت لك اياه بايدي. شو هالحكي؟ بسيطه، اذا متاكد ما يروح سيدي. اخي انت بكره تعال عندي وبلاقي لك اياه. ليش ارجع بكره ابو يوسف؟ الله يخليك، خليني اخده بايدي ويتيسر. الله يخليك يا لطيف. شو لحوح، مو هون بدي ادور لك عليه. وينك؟ السلام عليكم ابو يوسف. اهلين اهلين ابو عبدو. هاي مسجلة ام صبحي، وهي راديو سيد نادر. شو عم يعمل هذا الراديو معك؟ شو عم يعمل يعني؟ عم صلح لي يا ابو يوسف. We'll be right back.